هناك طالب علم يقول إن للإنسان أن يوتر حتى ولو طلع الفجر، لأن هناك حديث إن الإنسان إيش؟ يقول هناك طالب علم يقول إن للإنسان أن يوتر حتى ولو طلع الفجر، لأن هناك حديث يدل على أن وقت الوتر يستمر حتى الصلاة، أي صلاة الفجر. نعم، هذا قول لبعض العلماء، وقول الإمام الشافعي أنه يوتر ولو طلع الفجر، هذا قول للإمام الشافعي، فهو قول لبعض العلماء، لكن الجمهور على أنه ينتهي بالوتر بطلوع الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل وانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى وتره إلى السحر، وقال صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة،